خلونا نذكر الأشياء اللي يسوونها عيالنا بشكل حقيقة فوق ما يتصوره العقل. أنا أمس كنت في أرض المعارض وكان دوري بالتطعيم، حالي حال العالم، قدمت دزولي مسج، طلع موعدي تاريخ أمس 22 من الساعة 2 للساعة 3، هذا كان الموعد. رحت هناك ساعة 1:30، المواقف ما شاء الله فل كامل كاملة فل، حاطين باصات تنقل الناس 1، حاطين جولف كار ينقلون الناس 2، كبار السن واللي معاهم سواق عادي يدش يقطك عند الباب ويطلع السايق ويصفط ورا وبعدين بالدش يدخلك، تنظيم ولا أروع. الإخوان في الداخلية جهدهم مشكور وجبار، يعطيهم ألف ألف عافية. توصل الباب تنظيم ولا أروع، أنا ما توقعت هذا التنظيم نهائيا، ما حد قال لي، وراح أعرض لكم الآن تشوفون بعينكم. أنا رحت، مو أقول لكم واحد قال لي وفلان، أنا ترى عيالي طعموا قبل أسبوع، أهلي طعموا، والدي طعمت، خواتي كانوا يقولوا لي ترى وايد مرتب، بس أنا ما نقلت. أنا أبي أتكلم عن حادثة أنا موجود فيها، أنا موجود فيها. وصلت الباب، كل اللي يطلبوه مني افتح التليفون عطنا الباركود، حطيت الباركود، فضل الكرت دش. شيء مرتب، الزحمة هذه اللي تشوف سيارات هالعدد اللي برا ما تشوفها داخل، ما تشوفها ما تشوفها ما تشوفها نهائيا. بالضبط الموضوع باستثناء الانتظار ربع ساعة بتكلم عليه اللي هو آخر شيء، كامل من دخولك إلى التطعيم الموضوع ما يأخذ فوق 5-7 دقائق ماكسيموم. معقولة؟ والله العظيم يا جماعة أنا كنت موجود وعوار عاش حق أتكلم. عطنا الفيديو شوف، شوف فيديو تفضل. الحين التنظيم ولا أروع، شيء مرتب نظام، أعطوني حرف الدي، شوف تمشي وين يوديك الدي تروح. آه شوف تنظيم، شيء مرتب، هذا الدي وصلنا. الحين دي 10 وصلت، هذا دي 10، هاي دي 10، منتظر دوري، ما في حد بروحي بالصعاب. لا لا، شيء مرتب. اللحظة التاريخية، الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. Finish. Thank you. Yeah. خلاص. الحمد لله رب العالمين، خلصنا التطعيم. يا الله الشفاء، يا الله الشفاء على الكل ان شاء الله، الله يشافي الجميع. عمليه وانتم شايفينها ما في ثواني، مشكلتك بالازرارات هذيلا. بعد ما اطعم خلص تمشي على الخط الاحمر، تروح عندك استراحه مده 15 دقيقه. التنظيم رائع جدا، منظمين، القاعات مفصوله عن بعض، امور جدا راقيه، تعامل بسيط ما تطول، الله يعطيهم ألف ألف عافية. طبعا الشكر موصول للإخوان في وزارة الداخلية، جهد جبار قاعد يبذلونه، تسكير الأماكن، توجيهات اللي قاعد يسوونها كلها. راح تلاحظ أن الإخوان في وزارة الداخلية البوابات الرئيسية يحولونك إلى المواقف الرئيسية، كبار الزوار يدخلون لداخل، يعني جهد جبار قاعد يبذلونه الإخوان في وزارة الداخلية، يعطيهم ألف عافية، مشكورين، قواكم الله، تعاون الكل مع بعض. اذا في كبار سن يحلونهم يدخلون داخل، اذا الاخوان فاين يدشون داخل ذاك الصوب، وفي سيارات اذا يعطونكم اياها. مشكورين لكل من اجتهد لنجاح هذا العمل، هذا العمل الوطني اللي الكل اليوم لازم يثابر عليه. واحنا اليوم بالكويت نفتخر بان عندنا طاقات شبابيه من جميع الوزارات، حتى المتطوعين نفتخر فيهم. والله العظيم هذا نقلت لكم الاحداث بالملي مثل ما رحت، نفس ما انا رحت وتكلم، نفس ما انا والله العظيم. واكو نقطه يمكن
غابت عن 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 بعض الناس. الاخوان في شركه نفط الكويت ترى هم اللي سووا موضوع الخطوط هذا، ما يعني ما تنظيم البرتشنات والدخول. والله العظيم شباب وشابات كويتيات قسما بالله العظيم يعني مو ترفع لهم العقال، تفتخر ما تسأل ولا سؤال ولا تحتاج سؤال واحد.